طوباكم أيها المساكين لأن لكم ملكوت الله. طوباكم أيها الجياع لأنكم ستشبعون. طوباكم أيها الباكون الآن لأنكم ستفرحون. طوباكم إذا أبغضكم الناس ورفضوكم وأهانوكم واتهموكم بالسوء لأجل ابن الإنسان. افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماء. ويل لكم أيها الأغنياء الآن لأنكم قد نلتم نصيبكم. ويل لكم أيها الضاحكون الآن لأنكم ستحزنون وتبكون. ويل لكم إن مدحكم الناس لأن آباءهم هكذا فعلوا بالأنبياء الكذبة. لكني أقول لكم أيها السامعون، أحبوا أعداءكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، باركوا لاعنيكم، صلوا لأجل المسيئين إليكم. ومن أخذ رداءك فلا تمنع عنه ثوبك. كل من سألك أعطه، ومن أخذ مالك فلا تطالبه به، أعطوا فتعطوا أنتم أيضا، لأنه بالكيل الذي تكيلون به يكال لكم. افعلوا بالغير ما ترجونه أنتم منهم. إن أحببتم الذين يحبونكم فقط فأي فضل لكم، لأن الخطاة يفعلون هذا أيضا. وإن أحسنتم للذين يحسنون إليكم فقط فأي فضل لكم، حتى الخطاة يفعلون هذا. من ضربك على خدك الأيسر فاعرض له الآخر أيضا. أحبوا أعداءكم، أحسنوا لهم، أقرضوا ولا ترجوا شيئا، فيكون لكم أجر عظيم وتكون بني الله العلي، فإنه منعم على الشاكرين والأشرار. فكونوا رحماء كما أن أباكم أيضا رحيم. لا تحكموا فلا يحكم عليكم، لا تدينوا فلا تدانوا أنتم. اغفروا يغفر لكم.